السلام عليكم ومرحبا بكم محبي الزراعة. إن شاء الله سوف نتحدث الأحد عن المحاصيل الزراعية المربحة والغير مكلفة التي يمكننا زراعتها في فصل الخريف والشتاء والربيع، زراعة اللفت سواء الذهبي أو الأبيض. سوف نتحدث عن خصائص هذه الزراعة من حيث الإنتاجية وطريقة الزراعة، وكذلك كم ينتج الهكتار الواحد والرعاية. كما تلاحظون مع الإخوان، توجد نوعان من اللفت يمكننا زراعتهما سواء الذهبي أو الأبيض، وأكثر شيوعًا هو الأبيض أمام أعينكم، يمكننا زراعته عن طريق البذور. بالنسبة لهذه المحاصيل الزراعية سواء الشتوية أو الخريفية، فهي من المحاصيل الغير مكلفة، تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى تربة، أن تكون تربة خصبة. بالنسبة لميعاد زراعة اللفت عن طريق البذور، بداية شهر سبتمبر حتى أواخر أبريل يمكننا زراعة هذا المحصول الزراعي. بالنسبة حصاده، كم يحتاج من الوقت؟ من 50 إلى 70 يوم يمكننا حصاد هذا المحصول الزراعي وتسويقه. بالنسبة لطريقة الزراعة، يمكن بالنسبة للتربة المناسبة لهذا المحصول الزراعي، سواء التربة الخفيفة أو الثقيلة، كذلك حتى التربة الحمراء والسوداء يمكننا زراعة هذا المحصول الزراعي، فقط تجنب الأراضي التي توجد فيها حجارة لأنه ينمو في التربة، من الأفضل أن تكون تربة هشة لضمان إنتاجية جيدة جدا. كما تلاحظون، بالنسبة لكمية البذور في الهكتار واحد، يمكن زراعة ما بين 5 كيلوغرامات إلى 8 كيلوغرامات، راجعة لعدة عوامل، منها خصوبة التربة، وكذلك الموسم الزراعي، وكذلك الإنتاجية المرغوب فيها من حيث هذا المحصول الزراعي. بالنسبة للإنتاجية في الهكتار الواحد، في المتوسط ينتج ما بين 25 طن حتى 35 طنا، وربما في بعض الحالات يصل حتى 40 طن إذا كانت العناية اللازمة واختيار البذور الجيدة. بالنسبة للتسميد، أفضل سماد سماد النيتروجين، لا نقوم بوضع أي أسمدة أخرى كالكالسيوم أو البوتاسيوم، فقط سماد النيتروجين. بعد الزراعة ب20 يوم نقوم بتشتيته، مثل سماد الأزوت أو سماد السوربين أو سماد 33، يمكننا وضع هذه الأسمدة بطيئة الذوبان. بالنسبة لهذا المحصول الزراعي، كما تلاحظون طريقة السقي، أفضل طريقة هي الرش، سواء الرش العادي أو الرش المحوري بالنسبة لهذا المحصول الزراعي. بالنسبة لطريقة الزراعة، نقوم بأخذ البذور، نقوم بطريقة الزراعة عن طريق النتر، من الأفضل أن يكون شخص متخصص في طريقة الزراعة بالنتر كما تلاحظون مع إخوان، لكي من حيث شتلات أو إنبات البذور لا يكون نسبة متكتفة أو كثافة من حيث زراعة البذور. إذا قمنا بزيادة زراعة كمية البذور وإنبات كان قوي، سوف تقع بعض المشاكل يجب تخفيف من حيث الشتلات. كما تلاحظون، يجب تخفيف هذا المكان وإزالة بعض شتلات اللفت من أجل إعطاء فسحة للشتلات الأخرى، وهكذا من حيث الرعاية. بالنسبة للحصاد، يبدأ ما بين 50 إلى 70 يوم يمكننا حصاد هذا المحصول الزراعي وتسويقه. بالنسبة لطريقة الحصاد، كما تلاحظون، من الأفضل حصاده أن يكون متوسط الحجم لكي من حيث القيمة التسويقية أن يحقق لك أرباح. كما تلاحظون على هذا الشكل، سوف نقوم بإزالة الأوراق الخضراء ونترك الثمار فقط، ونقوم بإعيادته أن تجميلة الجملة أو التسقيط. فهذا المحصول فهو غير مكلف بتاتا، تحتاج إلى بذور، تحتاج إلى ماء وإلى تربة زراعية كيفما كان نوع التربة، شرط أن تكون تربة خالية من الحجارة. وبالتوفيق في موضوع آخر حول الزراعة.